وصل وفد من الروهينجا إلى ميانمار لزيارة منشآت في إطار خطة لإعادة اللاجئين في بنغلاديش، بينما أعلنت إندونيسيا عن مسعى لإطلاق عملية سلام في ميانمار بالتعاون مع الصين وتايلاند والهند. بصيص أمل في العودة إلى الديار يبعث من جديد للاجئي الروهينجا في بنغلاديش، ففرصة العودة إلى الوطن باتت على ما يبدو قريبة بعد أن أجلتها جائحة كورونا والانقلاب العسكري في ميانمار لسنوات. يأتي هذا الأمل بعد زيارة وفد من الروهينجا إلى ميانمار لتفقد منشآت أقيمت ضمن خطة لإعادة أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى أراضيهم التي هجروا منها قسرا. بنغلاديش التي تستقبل ما يفوق مليون لاجئ من الروهينجا أكدت أن الاستعدادات للعودة مستمرة على قدم وساق بعد توفير سلطات ميانمار عددا من القرى بمنشآت أساسية تشمل أسواقا ومستشفيات. المساعي الأممية لإنهاء معاناة الروهينجا برزت من خلال فرض حق العودة الآمن والطوعي لكل لاجئ من الروهينجا مع الحفاظ على كرامتهم وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية. المساعي الأممية لم تكن وحيدة، فكل من تايلاند والصين والهند إضافة إلى أندونيسيا دعت في اجتماع إلى وقف فوري للعنف الممارس ضد أقلية الروهينجا. تواصلنا مع كل الأطراف المعنية في نزاع ميانمار. هذه الاجتماعات والمساعي تمت خلال الأشهر الماضية، وكانت دعوتي هي ضرورة وقف فوري للعنف. بات من الضروري الآن بناء الثقة والابتعاد عن دبلوماسية مكبرات الصوت. التحركات الإقليمية لحل أزمة الروهينجا سبقتها نداءات أطلقتها الأمم المتحدة لجمع ما يقارب 900 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينجا في بنغلاديش بعدما تراجعت بقوة التبرعات وسط تقاعس المانحين الدوليين. معنا من لوسيرن بسويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني، رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان. سيد الأركاني، بعد هذه الزيارة من قبل وفد من الروهينجا إلى ميانمار، هل ترون أن الظروف باتت مواتية لعودة اللاجئين إلى بلادهم؟ شكرا على الاستضافة. نعم، الظروف لم تكن مهيئة في السابق ولا اليوم أبدا، لأن الحكومة البورمية لم تقم بأي جهد يذكر لاستعادة الروهينجا أو يعني استقبالهم في مناطقها. وهذه الدعاية الإعلامية اللي حصلت اليوم مجرد هو إلهاء المجتمع الدولي بملف اللاجئين. تعرفون أن القضية الروهينجية أكبر بكثير من ملف الروهينجا. هؤلاء الذين شردوا من وطنهم، من ديارهم، من بيوتهم، من أراضيهم، يعني لم يخرجوا يعني باختيارهم أو يعني بحثا عن فرص الحياة الأفضل، أو وإنما هناك وقعت مظالم وهناك جرائم بحق الروهينجا. يعني قرى بأكملها، عشرات بل مئات القرى أحرقت، وهناك أموال سلبت، وهناك يعني أرواح أزهقت. يعني هناك مظالم كبيرة وقعت. الآن الحكومة البورمية لا تريد أن تلفت النظر، أو على الأقل المجتمع الدولي يعني يحاسب بورما على هذه القضايا الكبرى، وإنما الآن تحاول لملمة القضية برمتها إلى قضية. سيد الأركاني، هل تريد أن تقول أنه سيجري وفق هذه الخطة، وخصوصا بعد اتفاق بنغلاديش مع النظام العسكري في ميانمار على إعادة اللاجئين، إنما ستجبر اللاجئين بطريقة أو بأخرى على العودة من دون ضمانات بشأن سلامتهم وحصولهم على الجنسية؟ نعم، هذا هو المطلب. نعم، أنا كنت أريد أن أقول أن الروهينجا الآن يريدون الرجوع إلى ديارهم، إلى بيوتهم، إلى قراهم، يعني قبل أي واحد يعني يفرض عليهم هذا الفرض. لأن يعني إلى أين يذهبون؟ أنا اليوم استمعت إلى أحد الذين ذهبوا أو دخلوا إلى ركان يعني عنوة، يعني هم لم يذهبوا باختيارهم، وإنما هناك كان هناك إجبار أو إكراه للذهاب إلى هناك لمشاهدة بعض الأقباص التي أقيمت يعني بدعوى أنها يعني جهزت لاستقبال الروهينجا. كم من الأقباص أقيمت على طرف أقفاص؟ من الطرف، عفوا، تقول أقفاص؟
نعم هي أقفاص، نعم لا لا ليست هناك، هناك عدد مليون، قرابة مليون شخص تم تهجيرهم من أراكان، وإذا كان هناك يعني في أطراف بعض القرى وجدت بعض الأقفاص عبارة عن معسكرات للتجميع بعيد عن المجتمع الدولي، فهذا الروهينجا أين أذهبون طيب هل تتواصلون مع الأمم المتحدة، مع دولة بنغلاديش، مع الحكومة في بنغلاديش بشأن هذه الظروف الصعبة التي تتحدث عنها؟ الروهينجا إذا وجدت فرصة مهيئة للذهاب إلى أراكان يذهبون قبل ما يطلب أحد منهم الرجوع. فلذلك الآن الحكومة البورمية لم تقم بأي جهد يذكر لاستعادة هؤلاء، لأنها قامت بهذه الخطوة أصلا لعدم الاستقبال. وحكومة البورمية تحاول على خلال 5 سنوات التي مضت منذ خروجهم في عام 2017 إلى يومنا هذا كل شيء لعدم استعادة هؤلاء، لم تقم بأي جهد يذكر. أما ما يجري الآن هناك من إثارة هذا الملف عن طريق الاستعراض الإعلامي هو مجرد يعني الخروج من الأزمة التي وقعت فيها يعني حكومة العسكر في بورما. هناك نعم. سببين الآن، السبب الأول تعرفون أن الحكومة البورمية في هذا الشهر يعني أمام استحقاق يعني حقوقي من قبل محكمة العدل الدولية، هي مطالبة الآن بتقديم إفادة يعني لإجراءاتها بخصوص إحلال الأمن والاستقرار في أراكان وفق قرار محكمة العدل الدولية السابق. فالآن هي لم تقم بأي جهد، طيب فلذلك الآن تريد تجميع أو يعني بالحديث مع حكومة بنغلاديش استعراض، نوع من الاستعراض الإعلامي ويفترض فقط. أن هذه الحكومات مطلعة على حقيقة الوضع. يا سيد الأركاني، هناك أيضا بالتوازي مع عودة أو العودة المحتملة للاجئين، هناك مسعى دبلوماسي تتحدث عنه إندونيسيا بالتعاون مع الصين الراعية الأولى لنظام الحكم في ميانمار والهند وتايلاند، كيف تنظرون إلى مسعى كهذا؟ نعم، لا 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 جهود الحكومة الإندونيسية هناك بين القوسين، تعرفون أن الدول الإسلامية ضمن منظمة الآسيان هي لم يعني هي بإمكانها تقديم الشيء الكثير من أجل القضية الروهينجية، ولكن هي لم تقم في السابق ما ينبغي يعني القيام به، بدعوى أن هناك ميثاق في ميثاق المنظمة تم يمنع أنه يعني التدخل في شؤون الدول. ولذلك الآن الحكومة الإندونيسية هي أيضا معنية بالقضية بوجود عشرات الآلاف من اللاجئين في أراضيها وكذلك ماليزيا. ففي السابق الرئيس الإندونيسي السابق مع بداية أزمة الروهينجا هو من القلائل الذين زاروا معسكرات أو مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. فهؤلاء يعني في خلال 5 سنوات لم يقوموا بأي جهد يذكر. فالآن أنا لا أعرف ما الأوراق التي تمتلكها إندونيسيا كبلد، فإذا كان هناك ميثاق المنظمة التي تنضوي تحتها إندونيسيا يعني يمنع يعني التدخل أو مناقشة القضايا الداخلية فماذا تقدم؟ وأيضا الهند من طرفها أو الصين كذلك، هي الدول أصلا هي دول داعمة لعسكر بورما، فبالتالي فهؤلاء يعني إذا كانت إندونيسيا تنخرط في أي نشاط لصالح الروهينجا يكون تحت يعني تحت الإكراه من قبل الصين والهند، يعني لا ليس برغبة منها. فلذلك لن يكون هناك أي جهد يعني منتج لعودة الروهينجا. فكل ما هنالك مجرد يعني الآن تعرفون الأزمة الدولية بسبب حرب أوكرانيا، هناك دولتان الآن يعني في أمام الصراع في صراعها مع الغرب، الصين وكذلك روسيا في صراع خفي مع الغرب. فبورما كانت يعني في السابق يعني تاخذ يعني كان تعتمد بصورة رئيسية على الصين وروسيا، والآن بسبب انشغال روسيا والصين بقضايا أخرى مثل الحرب في أوكرانيا يعني خف اهتمام الدولتين بالقضية أو بالدعم البورمي. فلذلك فبورما الآن تحاول لملمة الدول في الإقليم لإظهارها من جديد. نعم، فليس شكرا هناك جزيلا. جهود حقيقية. شكرا لك سيد عزيز عبد المجيد الأركاني، رئيس المركز الروهينجي لحقوق